مساء الخير، رتبهم صح، أصل السر في الشطرنج. الناس في حياتنا زي لعبة الشطرنج، عشان كده بقولك رتب الناس في حياتك صح، عشان ما تزعلش لو علاقتك بأي حد فيهم انتهت. تعال نشوف لعبة الشطرنج. فيها الوزير، وده الشخص الجدع اللي بتلاقيه معاك في أي وقت وأي مكان جوه لعبة حياتك ممكن إن هو يتحرك فيه. أما الفيل، ده الشخص اللي ما ينفعش نطلب منه غير حاجة معينة، لأنه ما بيقدرش يعمل غيرها بس، ودايما ماشي بالورب. نيجي للحصان، وده الشخص اللي دايما بيتنطط في حياتك، وهم ثلاث حاجات بيعملهم: معاك فلوس، يلا بينا ننزل، عايز اكل. اما الطابية، ودي الشخصية الجدعة اللي ما بيهمهاش اي حد ولا اي حاجة. واخيرا بنلاقي العساكر، ودول الناس اللي بنقابلهم في حياتنا صدفة ويختفوا، وممكن حد فيهم يترقى ويبقى زي اي حد من اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده، وممكن يموتوك. عشان كده بقولك جوه لعبة الشطرنج كل واحد له دور عمره ما هيقدر يغيره. وبقولك اوعى تزعل من حد لو طلبت منه حاجة وكسفك، ازعل من نفسك لانك طلبت حاجة من حد مش دوره. هو ينفع الوزير يقوم بدور العسكري، ولا الطابية تقوم بدور الفيل؟ رتبهم صح، عشان لو خسرت اي حد فيهم ما تزعلش قوي. ما هي اللعبة لو ما كانتش فيها خسارة ما كانش حد كسب. مع تحياتي إيمان السلاوي.